انتشار ظاهرة التلوث في عدد من دول العالم، أصدرت المحكمة العليا الهندية عدة قرارات للحد من آفة التلوث البيئي، بعدما صنفت منظمة الصحة العالمية مدينة نيودلهي بأنها المدينة الأكثر تلوثا في العالم. المزيد عن هذا الموضوع في التقرير التالي. مدينة نيودلهي، أو كما يطلق عليها لقب الهند المصغرة، تعتبر من مدن العالم الأولى في مجالات التجارة والترفيه والسياحة، وأضيف عليها مؤخرا لقب المدينة الأكثر تلوثا في العالم. أظهرت دراسة قامت بها منظمة الصحة العالمية أن هواء العاصمة الهندية نيودلهي هو الأكثر تلوثا في العالم، بمتوسط سنويا للمواد السامة يبلغ 230.9 ميكروغراما لكل متر مكعب. السلطات الهندية اتخذت سلسلة من الإجراءات بعد هذا التصنيف للحد من ظاهرة التلوث، حيث أصدرت محكمة العدل العليا في الهند قرارا حظرت فيه بيع مركبات الديزل الكبيرة داخل وحول نيودلهي، وفرضت ضريبة قاسية على الشاحنات التي تدخل العاصمة الهندية للسعي نحو مكافحة التلوث الذي سجل مستويات قياسية عالمية. العاصمة الصينية بكين كانت قد حظيت بلقب المدينة الأكثر تلوثا في العالم لعدة أيام فقط، إلا أن مستوى التلوث في نيودلهي زاد بمعدل 1.5 من مستوى التلوث الذي يسيطر على بكين، ما جعلها تحظى بهذا اللقب الذي لاقى أسفا كبيرا عند الشعب الهندي. والسؤال هنا، هل سيكون الالتزام بقرارات السلطات الهندية للحد من ظاهرة التلوث في نيودلهي التزاما فاعلا، أم أنه لن يزيد عن حبر على ورق؟